اعتقد السرعه والقوه صحيح مهمه جدا. صحيح يا كابتن، اسف على مقاطعه حضرتك، بس فعاليات القرعه ابتدت، خلينا نروح نتابع القرعه مع حضراتكم ونرجع نعلق عليها مع ضيفي الكابتن يحيى يوسف الى هناك. Championship for winners cup for men and women which will going to take place from 12th of April to 23rd of April 2018 which will be held in Al Ahli Club. يشرفني ان ارحب باللجنة المنظمة للبطولة المهندس محمد الجرحي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي، والسيد محمد الضماطي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي، والكابتن رؤوف عبد القادر مدير البطولة ومدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي. كما أرحب بالاتحاد المصري الممثل في المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد. كما أرحب بالاتحاد الأفريقي الممثل فيه الأستاذ مدحت البلتاجي نائب أول رئيس الاتحاد الأفريقي، والأستاذ خالد حمودة رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي المقامة للقرعة، والأستاذ نوال أسميان المدير الرياضي للاتحاد الأفريقي لكرة اليد. كما أرحب بالسادة مندوبي السفارات عن الفرق المشاركة في البطولة. والآن أترك الكلمة للسيد الدكتور محمد الضماطي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي. مساء الخير عليكم، بنرحب بيكم في النادي الاهلي وفي بلدكم الثانيه مصر. نرحب الاول بالاستاذ مدحت البلتاجي النائب الاول رئيس الاتحاد الافريقي، دكتور خالد حمود رئيس لجنه المسابقات بالاتحاد الافريقي لكره اليد، مستر نويل اساميان المدير الرياضي للاتحاد الافريقي، والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكره اليد. نرحب بكل مندوبين الانديه المشاركه وكل الساده الاعلاميين ومندوبي السفارات. باسم كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة، بنرحب بيكم وبنشكر رئيس الاتحاد الأفريقي على شرف إسناد تنظيم البطولة للنادي الأهلي لأول مرة من 29 عام، وبنتمنى بإذن الله كل التوفيق للفرق المشاركة وكل التوفيق لينا بإذن الله في التنظيم. شكرا ليكم ونتمنى يوم جميل لينا بإذن الله. والآن نترك الكلمة للمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا دايما على لقاء للأندية القوية، بنسعى ان يعود تنظيم بطولات الدول الافريقية وبطولة افريقيا بعد 29 سنة، وحظنا السعيد ان يقوم بهذا التنظيم النادي الاهلي اللي سمعته طبعا سابقاه على المستوى العالمي، فاحنا على ثقة كبيرة جدا ان احنا هنشوف بطولة على اعلى مستوى من التنظيم، وردي ده الانطباع الموجود عند الاتحاد الافريقي. نتمنى بطولة قوية في مستوى فني عالي وفي أداء تنظيمي عالي، وده اللي احنا واثقين منه. ان شاء الله النهاردة مع بعض. والآن نترك الكلمة للسيد محمد البلتاجي نائب أول رئيس الاتحاد الأفريقي. And now we will give the floor to Mr. Mohamed Elbeltegi, first vice president of the African Confederation. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية الحقيقة بحب أنقل لحضراتكم جميعا تحيات دكتور منصور أريمو رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، اللي كان في يعني اتصال صباح اليوم معاه بخصوص مراجعة ترتيبات القرعة وترتيبات التنظيم، فبحب ان انقل تحياته لجميع
الحاضرين، اللجنة العليا المنظمة طبعا نادي الأهلي، وكل أعضاء اللجنة والعاملين، الكتيبة بسميها كتيبة القتال النادي الأهلي. الحقيقة يعني المجهود هيبان إن شاء الله في البطولة. بحب أرحب ترحيب كله رحب بالناس، فأنا بس بحب أرحب السادة مندوبي السفارات اللي حضروا اللي حرصوا على الحضور. I want wish to welcome the representative of the ambassadors of Angola, Morocco and Libya. بس وبرحب كمان بالمندوبي الفرق المشاركة اللي حرصوا ان هم يكونوا موجودين. برحب بالاتحاد المصري رئيس ونائب الرئيس والإداريين اللي هم مشاركين النادي الأهلي في هذا التنظيم. الاتحاد الأفريقي بيسند التنظيم للدولة، ولذلك كل التنسيق وكل التعاون ما بين الاتحاد المصري لكرة اليد والنادي الأهلي. زي ما قلت قبل كده ان احنا البطولة دي من أكبر البطولات اللي بيشهدها الاتحاد الأفريقي، سواء على مستوى الأندية أبطال الدوري أو الأندية أبطال الكؤوس. يمكن كان في سابقة واحدة في بنين سنة 2007 كان في 30 فريق، كان 16 رجال و14 بنات، ودي يمكن ما حصلتش بعد كده. فالنادي الأهلي داخل في الريكورد أو داخل في حجم التنظيم وعدد الفرق المشاركة. واتقال بس غلط ان احنا من 29 سنة، هي 27 سنة بس الحمد لله ما نظمناش. يعني من 91 كان ابطال الكؤوس برضو سنة 91 الزمالك نظم ابطال الكؤوس، بالصدفة كان الدكتور خالد حمودة هو مدرب الفريق. بتمنى انه البطولة تكون على مستوى النادي الاهلي، اللي احنا بنثق ثقة كاملة في امكانياته وخبرات العاملين فيه واتصالاته. لان اذا لعبنا في صالة مغلقة وفي الدرم محدش حس، لكن انا واثق ان النادي الاهلي بقياداته ومجلس ادارته والعاملين فيه هيبذلوا كل جهدهم ان يبان الرياده، رياده كره اليد المصريه على الساحه الافريقيه ورياده مصر على المستوى الافريقي بشكل عام. بتمنى التوفيق للفرق، بتمنى التوفيق للجنه المنظمه، واحنا يعني تحت امرهم انا والدكتور خالد يعني مصريين، فاحنا قاعدين على طول هنا. والحقيقه التنسيق كامل بيننا وبينهم، يمكن ما تقابل بشكل رسمي توقيع البروتوكول البطوله كان في نوفمبر الماضي، لكن من نوفمبر لغايه دلوقتي كان 23 نوفمبر لغايه دلوقتي 24 يعني 3 4 شهور. الحقيقه على اتصال مستمر واجتماعات مستمره مع النادي الاهلي. الكابتن رؤوف عبد القادر الحقيقه بشكره على المجهود الكبير اللي عامله مع الطقم بتاعه والمساعدين بتوعه. وفي يعني البطولة زي ما كانت بطولة الأمم الأفريقية لكرة اليد 2016 في مصر علامة فارقة في تنظيم البطولات على مستوى المنتخبات، أتعشم وواثق إن شاء الله أن بطولة 34 اللي نظمها النادي الأهلي في القاهرة تكون على نفس المستوى إن شاء الله. أشكركم وأتمنى للجميع حظ موفق في البطولة. والآن بدعو الأخ الزميل الدكتور خالد حمودة رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الأفريقي، ومسيو نويل أسيميان المدير الرياضي ومسؤول المسابقات في الاتحاد الأفريقي لبدء مراسم القرعة. شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أتشرف بالتواجد في معقل الرياضة الإفريقية والعالمية النادي الأهلي نادي القرن، وأعتقد إن شاء الله هذه البطولة ستكون على المستوى المتميز الذي يليق بالنادي الأهلي الغني عن التعريف في تنظيمه لجميع البطولات الرياضية على جميع الألعاب. اسمحوا لي أن أبدأ على طول في عرض ما سوف يكون إن شاء الله. عندنا 16 فريق رجال هنشوفهم دلوقتي، وعندنا 10 فرق سيدات. نظام البطولة هيبقى في مجاميع، البنات هيبقى مجموعتين والرجال في 4 مجاميع. الدوري من دور واحد في دوري المجموعات، وبعدين بعد كده بيتعمل النصف النهائي والربع النهائي والنهائي وكلاسيك. الترتيب النهائي لجميع الفرق من 1 ل 10 للبنات ومن 1 ل 16 للرجال. إذا تكرمتم هنبدأ مع بعض. الأول نقول إن اللوائح المنظمة للاتحاد الأفريقي بتمنع تواجد ناديين من دولة واحدة في جروب واحد، وبالتالي لما هنعمل القرعة إذا تصادف نادي من مثلا نقول أنجولا وفي المرحلة في الجروب ألف، وبعدين لما سحبنا في مرة تانية النادي من أنجولا بيتحط على طول في ب، ما بيروحش الألف عشان ميبقاش في فرقتين. ده على كل ده نمرة واحد. الحاجة التانية إن في الآخر هيعطى للنادي الأهلي سواء للبنات أو للولاد لما هيجي عليه الدور هنندههم ممثل للنادي الأهلي علشان يختار أي مجموعة من مجموعات يحب يلعب فيها، وبعدين يختار بعد ما ننهي تقسيم كل المجموعات ما هو الفريق الذي يود أن يكون هو الطرف الثاني من مباراة الافتتاح معه. فهما دول الحاجات اللي احنا هنبتديها. احنا عندنا كاسين هنبتدي بفرق البنات، عندنا فرق من بريميرو أغوستو من أنجولا، ده الليفل الأول اللي هما احنا رتبنا أو الاتحاد الأفريقي رتب مستويات عشان تبقى توزيع القوى متساوية. فالمستوى الأول في بريمو أغوستو من أنجولا وفاب من الكاميرون، المستوى الثاني كارا من أكونغو وبيترو من أنجولا، وبعدين المستوى الثالث أبو سبورت من الكونغو ومع أف سي هيريتج من كونغو ديمقراطية، وبعدين عندنا في المستوى الرابع ستاد من الجابون ودايناميك من الكاميرون، والليفل الخامس المستوى الخامس النادي الأهلي المصري وهابيتات من ساحل العاج. احنا دلوقتي هنطلب من الأنسة اللي موجودة معنا نحن هنوريكم اسم النادي ليفل. هنبتدي بليفل 1 علشان لما ننزل للليفل الاخير نستنى النادي الاهلي يختار. فهنبتدي بليفل 1 المستوى الاول، هنطلع بريمو نوريها لكم. هتحطيها هنا. والفريق الثاني اللي هو فاب في ال
الكاس الثاني هيبقى برضو فيه نفس الحكاية بس المجاميع ألف وب أ وب أ تتحط في الكرة الأخرى والجروب ب في الكرة الأخرى. هنطلب من الآنسة اللي موجودة تقلب الكرات اللي بيهم بعدين هنطلب انها تختار واحدة تفتحها وتديها لأسيميان. يبقى النادي الاول هو زكي بريميرو. هنشوف هيبقى في جروب اللي بيها تاني واحدة دهلو. هيبقى في المجموعة ألف آه في المجموعة كمال. أوكي شكرا جزيلا. وبعدين هتاخدي الثانية تديها له برضو عشان نتأكد منها لزيادة التأكيد ان اسم النادي هو نادي فاب اللي هأكيد بعد كده فاب هيبقى في المجموعة بي. نتأكد من يبقى ده بالنسبة للليفل الأول. طيب احنا زي ما اتفقنا في اللوائح المجموعة الليفل نمرة 2 في نادي من الكونغو فوق ما فيش كونغو بس فيه نادي من أنجولا اللي هو بيترو أتلتيكو. يبقى بالتالي مش هينفع انه يتحط في الجروب A يبقى اوتوماتيكلي هيتحط بيترو في الجروب B كمال. واكيد كارا الكونغولي هيبقى طيب تاني برضو هنلاقي ليفل 3 في الكونغو والكونغو ديمقراطية فما ينفعش ان احنا نحط الكونغو اللي هو ابو سبورت ما ينفعش يتحط في الجروب A يبقى هيروح اوتوماتيكلي في الجروب B ويبقى فريق اتش سي هيريتاج هيروح في الجروب A برضو كمان هنلاقي ستاد مانجي الجابوني وعندنا الكاميرون دايناميك. عندنا الكاميرون موجود في ليفل الاولاني في بي يبقى غصب عننا هنحط الكاميرون دايناميك في A والجابون بالظبط كده في بي مظبوط. طيب يبقى كده لازم هنطلب ممثل النادي الاهلي يجي يختار يتحط في اني جروب اذا حب يتباحث مع المدرب او المدير الفني فلكوا دقيقه تختاروا الجروب اللي عايزينه. مين المندوب اللي هيتفضل بيسا مين المندوب بتاع الاهلي ها؟ طب اتفضلي هتختاري ايه تعالي احنا ان شاء الله هنختار جروب A باذن الله. طيب يبقى بالتالي جروب B هيبقى ابيتات من ساحل العاج. اوكي طيب هنطلب من النادي الاهلي برضو مندوب يقول مباراه الافتتاح هو هياخد مين من جروب B. ان شاء الله هناخد المانجي اللي هو
لا دايناميك 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 بالتوفيق. يبقى دايناميك من الكاميرون هيبقى زي ما احنا شايفين تحت الاوبننج ماتش بتوين الاهلي من مصر ضد دايناميك من الكاميرون، هيحدد لاحقا ميعاد المباراة، لكن هو يوم 13 يوم 13 ابريل في صالة النادي الاهلي باذن الله. طيب ننتقل بقى للبطولة للرجال اللي هيبقوا اربع جروبات، اربع مجاميع A B C D ل 16، هيبقوا هيتوزعوا اربع أندية في كل، يبقى بالتالي هيبقى عندنا اربع كرات في كل كأس. هنا بقى الليفل الاولاني في النادي الاهلي، فاحنا من هنا بقى هنبتدي من ليفل 5 ونطلع لليفل 1 عشان بعد كده الاهلي بناء على انتهاء كل المستويات يختار المجموعه اللي يحب يروح فيها. عندنا الكرات في الليفل الرابع، عندنا نادي النصر الليبي، نادي الاتحاد الليبي، نادي كيريكوس سب من اثيوبيا، وكيمباتا كيمباتا دورامي من اثيوبيا. كمباتا هتتحط في كورة بزيد كمباتا في دباغ تتحط في كورة وتتقفل قدام حضراتكم وتتحط في الكأس، وبعدين سي كيريكوس برضو من أثيوبيا في كورة أخرى وبعدين سكوا النصر الليبي النصر الليبي بزي واخيرا نادي الاتحاد الليبي. في الكرة الرابعة لتنتهي الأربعة فرق في الكأس الأول، هنروح هنا لجروب أ هيتحط في الكور وبعدين ب بي وبعدين سي واخيرا دي مجموعه دي هتقعد بزي قلبي كتير قلبي كتير قلبي كتير اقعدي قلبي كتير اختاري واحده وافتحي. نادي الاتحاد في المجموعة سكوا دي داد دي
نادي كيركوس من أثيوبيا. مجموعة سي. نادي كيمباتا الأثيوبي. من مجموعة A. وأخيرا المجموعة النادي الأخير اللي هيبقى نادي النصر الليبي، وهنأكد إنها في المجموعة أكيد هتبقى سي. أنا متأسف بي، ما هو أصل أوكي بي، أصل كمان لخبطني لأنه نزلها قبل ما نقراها. احنا متفقين. طيب كده خلصنا الليفل 4. هنعمل نفس الحكايه في ليفل دي. الحمد لله هنا زي ما انتم حضراتكم شايفين ما عندناش انديه في نفس الليفل، فبالتالي ما عندناش مشكله. انا متاسف في المجاميع كلهم في نفس الليفل، فما فيش مشكله في التوزيع. دلوقتي عندنا نادي انتر كلاب، نادي انتر كاب من الكونغو. احنا في المستوى الثالث. ونادي سالينس من الجابون. ثم نادي فينيكس من الجابون. واخيرا نادي جي اس ال من الكونغو الديمقراطية. هنعمل بالمثل توزيع الكرات الأخرى. هنعمل نفس الحكاية، هنطلب من الآنسة أنها تختار بعد ما تقلب. نادي سالينس من الجابون في المجموعة دي. في المجموعة دي. ثم نادي جي اس ال في الكونغو الديمقراطية في المجموعة سي. في المجموعة سي. ثم نادي انتر كلاب، نادي انتر كلاب من الكونغو في المجموعة بي. يبقى نتأكد ان النادي الرابع فينيكس من الجابون هيبقى فينيكس من الجابون، المفروض هيروح في مجموعة A
يبقى كده عندنا اللي خلصنا المستوى الثاني. نبدا في المستوى رقم 2 اللي فيه ريد ستار. ريد ستار من ساحل العاج. الكوديفوار و جي اس كي من كونغو. معلش بقى غلط حد، هنحط ورقه نكتب عليها من الظهر بعد اذن حضراتكم تسامحونا على هذا الخطا. تكليله. خلاص. جي اس كا كونغو. ها كونغو كونغو ديمقراطية ملا؟ وين؟ لا هتعمل عادي. ها؟ أيوه. فاب؟ ثم أسمينو من الكاميرون. يا فيك إيه؟ إيه؟ لو طلعت لكن حل. احنا عندنا جيسيكا نتمنى انها ما تجيش في الجروب سي والا هنعيد تاني في الاخر. طيب بزي جيسكا في جروب ألف عدت الأزمة. فاب من الكاميرون. فاب من الكاميرون. مجموعة بي. ثم اس منيو من الكاميرون في المجموعه دي عشان نتاكد بقى في الاخر هيبقى ريد ستار المفروض بتاع كوديفوار. ريد ستار المفروض يجب انه يجي في سي. تمام. دلوقتي هنعمل ايه بقى؟ هنحط تلات فرق فقط وتلات لان الاهلي
في الاخر بعد ما هنعمل الـ 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 التوزيع هيجي يختار المجموعه اللي هو هيبقى عايزها في الاخر. يبقى النادي الاهلي هيجي هنحط الاول اللي هو وداد سمارة يبتدي الاول. اوكي بس ده هيختار على اساس مش اوكي. طيب مندوب النادي الاهلي مين يا خالد؟ اتفضل يا كابتن عاصم. المجموعه دي النادي الاهلي دي خلاص. لا يبقى كده اتفضل تحت. يبقى كده هنشيل المجموعه دي وهيبقى ثلاث كور حمر وثلاثة على الجروبات الثلاثة والأندية الثلاثة. وداد سمارة من المغرب. ونادي إتوال النجمة التونسي. نجمة الساحلي التونسي إتوال. وبعدين في الآخر نادي هليوبوليس المصري. وهيتحطوا في المجاميع A و B و C. فقط. استبعدنا دي. هنعمل نفس العملية بتاعت الأربعة. ويبقى النادي نادي هليوبوليس المصري في المجموعة سي. ونادي النجمة الساحلي التونسي في المجموعة بي. ويبقى بالتالي هنتأكد من ان وداد سبارة لازم نتأكد من صحة الإجراءات ان وداد سمارة هيبقى في المجموعة ايه. مجموعة ايه. هنستأذن النادي الأهلي الممثل له يجي يختار مباراة الافتتاح يوم 13 ابريل هتبقى ضد مين؟ النادي الأهلي؟ هيبقى ماتش الكاميرون هو مع النادي الأهلي نادي السمنو. ان شاء الله. طيب نعمل ريفيجن بقى مع بعض كلنا ونشوف كل الجروبات البنين والبنات يا استاذ كمال. السيدات جروب A في بريميرو من انغولا، كارا من الكونغو، الهيريتاج من الكونغو الديمقراطيه، دايناميك من الكاميرون، والاهلي من مصر. المجموعه بي فاب من الكاميرون، مش شايف عندي مين؟ بيترو اتلتيكو من انغولا، ابو سبورت من الكونغو، ستاد ماندي من الجابون، وابيتات من كوت ديفوار. ومباراة الافتتاح بين النادي الاهلي ودايناميك الكاميروني. الجروب ألف الرجال
وداد سمارة من المغرب، جيسيكا من كونغو، فينيكس من الجابون، كيمباتا دورامي من إثيوبيا. جروب بي النجم الساحلي من تونس، فاب من الكاميرون، انتر كلاب من الكونغو، ونادي النصر الليبي في المجموعة بي. مجموعة سي هليوبوليس المصري وريد ستار من ساحل العاج كوت ديفوار، وجي اس ال من كوت ديفوار، وكيريكوس كونغو ديمقراطية متأسف، كيريكوس من اثيوبيا. اخيرا الجروب دي نادي الاهلي واسيمينو من الكاميرون وسالينس من الجابون والاتحاد الليبي. مباراة الافتتاح بين النادي الاهلي وايضا نادي كاميروني اللي هو اسيمينو. اشكركم لمتابعتكم، وتمنياتي لجميع الفرق بالنجاح، واتمنى انا وزميلي نوال للنادي الاهلي بتنظيم رائع يليق باسم النادي الاهلي واسم مصر طبعا، وتمثيل مشرف للاتحاد المصري لكرة اليد. اشكركم. حابب انوه ان مباراتي السوبر الافريقي اللي هو المباراه اللي بيكون طرفيها بطل ابطال الدوري وبطل ابطال الكؤوس للسيدات وللرجال ان شاء الله يوم 12 ابريل في استاد القاهره، الصاله المغطاه باستاد القاهره. طرفي مباراه الرجال الاهلي والزمالك من مصر، وطرفي مباراه بريميرو من أنغولا وفاب من الكاميرون. وحيتم تحديد تنسيق مع النادي الأهلي توقيتات المباراتين. أشكركم، وإن شاء الله نشوف أغلب الناس وكل الناس في البطولة إن شاء الله. شكراً.